رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة بني ملال الخنيفرة. بسم الله الرحمن الرحيم، شرفت اليوم بتعييني رئيسا للمجلس العلمي الجهوي لجهة بني ملال الخنيفرة، وهذا فيه عناية كبيرة من قبل مولانا أمير المؤمنين بالشأن الديني في هذه المملكة الشريفة، ويأتي هذا أيضا ضمن سياسة الإصلاح التي يقود سفينتها مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وعز أمره. فهذا التعيين إذن هو تشريف وتكليف، تشريف لأنه من قبل أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتكليف لأن المهمة مهمة جسيمة تتطلب جهدا كبيرا واستفراغ الوسع من أجل خدمة هذه الجهة، حتى نكون إن شاء الله تعالى عند حسن ظن مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وأعز أمره. أسأل الله تعالى العون والرشاد والتوفيق والسداد.